إذا الأبرار لفي نعيم وإن الفشار لفي جحيم يصلها يوم الدين. أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لا إله إلا تبارك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. شوي لي راح نويدو شوي لي.